ناتي إلى الأمر الآخر من التغذية، وهي التغذية الجافة. التغذية الجافة تنقسم إخوان الكرام إلى قسمين كما أسلفنا الذكر: تغذية سكرية كاندي كما يطلق عليها البعض، والتغذية البروتينية. الآن متى أقوم باستخدام التغذية السكرية أو الكاندي؟ هنا يتم استخدام التغذية السكرية الكاندي التي ليس فيها جانب بروتيني، إما كبديل عن التغذية السائلة. ربما البعض لا يرغب باستخدام التغذية السائلة، يرغب باستخدام التغذية الجافة، العجينة السكرية. يقوم بوضع هذه العجائن داخل الخلايا، ويقوم النحل بالتغذية عليها بديلا عن المحلول السكري، ويتم استخدامها أيضا في المواسم شديدة البرودة، وتكون توضع على أعلى الإطارات، توضع على أعلى الإطارات قريبة من أعشاش الحضنة حتى يستطيع النحل بالتغذية عليها. وهذه الطريقة أو الخطوة التي يقوم بها النحال هي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي داخل الخلية، وحتى لا يقوم النحل بالذهاب للتغذية وسحب المخزون الذي تم تخزينه من التغذية السكرية أثناء موسم الخريف، يقوم بالتغذية على هذه العجائن. لماذا إخوان الكرام نضع التغذية السكرية أو العجينة السكرية أعلى أعشاش الحضانة؟ لأن النحل معروف عندما تنخفض درجات الحرارة سيقوم بالذهاب إلى أعشاش الحضانة، يقوم بتوفير درجات الحرارة المناسبة لهذه الأعشاش والرطوبة. الآن تكون التغذية متواجدة أعلى هذا النحل مباشرة على ظهر الإطار، فستكون قريبة منه. الشيء الآخر، حتى لا تتيبس العجينة، ستستفيد من الرطوبة ودرجة الحرارة المنبعثة من النحل أثناء عملية التدفئة، فتكون في هذه الحالة ما زالت ذات طابع الطري، ليست قاسية، تكون لينة طرية، يستطيع النحل التغذية عليها بشكل أسرع من عندما تكون قاسية أو وصلت إلى مرحلة الجفاف. فهذه إخواني الكرام بديلة عن المحلول السكري. أيضا تساعد العجينة السكرية على انخفاض نسبة الرطوبة داخل الخلايا، لأن السكر سيمتص الرطوبة الزائدة داخل هذه الخلية. وملاحظ لدينا عندما يتم وضع عجينة سكرية داخل الخلايا تكون في شكلها الجاف، ولكن عندما توضع داخل الخلية لمدة تزيد عن 48 ساعة 72 ساعة تصل إلى مرحلة الذوبان أو تصبح سائلة بعض الشيء. لماذا؟ لأنها امتصت الرطوبة الزائدة داخل الخلايا، فهي تساعد بالتخلص من الرطوبة داخل الخلايا، وهذا يساعد النحل على تليينها واستهلاكها بشكل أسرع عندما تكون جافة. الآن موضوع التغذية السكرية، هل الملكة أو النحل ينشط عليها كالمحلول السكري؟ نعم ينشط عليها. هل تتوسع الملكة في وضع البيض ويساعد النحل في البناء الشمعي؟ نعم، فهو يقوم النحل باستهلاك هذه العجينة وتكديسها كالعسل، يعني عندما يحتاج البناء الشمعي سيستهلك العسل ويقوم بالبناء الشمعي، ويعاود استهلاك العجينة ويقوم بتخزينها. موضوع أن النحل الآن في فترة ثبات، لا يوجد توسع في أعشاش الحضنة، الملكة شبه متوقفة عن البيض، هذا أمر طبيعي، لأن النحل كما نقول دائما هو من المملكة الحيوانية، الحشرات، غشائيات الأجنحة. النحل يستشعر في الظروف الجوية وينشط في على بناء على الاستقراءات التي يستشعر بها، وهذه غريزة من الله سبحانه وتعالى تحدد له متى ينشط ومتى يكون في مرحلة الثبات. الأمر الآخر إخوان الكرام، أن موضوع الآن التوسع في أعشاش الحضنة، هل هو من صالح النحل والنحال أم أنه ضده؟ أنا بوجهة نظري البسيطة أن التوسع حاليا في أعشاش الحضنة هو يعني شر ليس خير. لماذا؟ لأنه لو قلنا قامت الملكة بالتوسع
في عشاش الحضن، وأصبحت تضع البيوض هنا وهنا، وعشاش الحضن متسع. الآن تعرضت المنطقة إلى منخفض شديد البرودة، قطبي، منخفض سيبيري، وانخفض درجة الحرارة. الآن تقلصت درجة الحرارة ووصلت إلى ما دون الصفر درجة مئوية، وصلت إلى -4، -5. الآن النحل بكلتا الحالتين سيقوم بترك هذه الأعشاش والذهاب إلى وسط عش الحضنة للنجو بنفسه، يعني يريد أن ينجو أولا ومن ثم الحضنة. الآن في هذه الحالة أصبحت لدينا حضنة لا يغطيها النحل. الآن هذه الحضنة ماتت. فترة المنخفض وصلت لمدة أسبوع أو 10 أيام. هذه اليرقات ماتت داخل العين السداسية، مما أدى إلى تعفنها. الآن وجود هذه أصبحت العين السداسية اللي متواجد فيها اليرقات أصبح فيها عفن، بؤرة نشطة للبكتيريا والفيروسات. هذه البكتيريا والفيروسات ستنتقل من هذه العين السداسية إلى العين الأخرى حتى تصل إلى عش الحضن السليم، وهنا سنقع في المشاكل، وأصيبت هذه الخلية بالمرض، ربما مرض فطري، ربما مرض فيروسي، ربما مرض بكتيري. فأنا غني عن هذه المشاكل، أترك النحل مضغوطا، لديه تغذية كافية بوجود الكاندي أو العجين السكرية، مخزون جيد، مخزون استراتيجي جيد. لا نسمح للملكة بالتوسع في هذه الفترة، لأنه ما زال أمامنا الشهر الأول من العام، والشهر الثاني، والشهر الثالث، حتى نستطيع أن نقول يجب أن نتوسع إلى أعشاش العظم. أيضا الموضوع الآخر هو خلايا. الآن لنعتبر يتوفر لدينا خلايا طابقية، ما هي الغاية من وجودها؟ هل هناك مرعى؟ هل هناك زهور؟ هل هناك موسم على الأبواب لنستقبله؟ لا يا أخي الكريم، أنت أقرب موسم في المملكة الأردنية هو موسم الحمضيات، يبدأ موسم الحمضيات في النصف الأخير من شهر آذار. هل أقوم بالتجيش من هذا الوقت؟ لا، أنا إذا سأقع في المشاكل، لأني لا أعلم متى ستتساقط الثلوج، لا أعلم متى ستنخفض درجات الحرارة، لا أعلم متى سيكون هناك هطولات مطرية طويلة، لا أعلم هل النحل سيقوم بهجران الإطارات التي وضعت فيها الملكة بيض وأصبحت يرقات، هل ستموت هذه اليرقات، هل ستصاب في الفطريات، البكتيريا، الفيروسات. إذا أنا بغنى عن هذه المشاكل أو هذه الحسابات. لكل منطقة أيضا لها محددات، لا يجوز التعميم عن منطقة واحدة لتعميمها لتعم كافة المناطق. فمعروف بلاد الشام تمتاز في شتاء بارد نسبيا وصيف معتدل، ولكن تتساقط بعض الثلوج على المرتفعات وتتساقط بعض الثلوج على المناطق الأخرى. هذه المناطق لا يجب تعميمها على الجزيرة العربية، ولا يجب تعميمها على القارة الإفريقية. إذن لكل منطقة محددات وضوابط، وهذه المحددات والضوابط هي التي تلعب الدور الأساسي في عملية تجييش النحل أو الثبات على ما هو عليه النحل في هذه الحالة. إذن إخوان الكرام، العجينة الجافة السكرية هي تحل محل المحلول السكري، ويفضل استخدامها أثناء انخفاض درجات الحرارة. نأتي إلى الشق الآخر إخوان الكرام من التغذية الجافة، وهي التغذية البروتينية. وهناك عدة أشكال إلى التغذية البروتينية، هناك العجائن، وهناك بديل حبوب اللقاح الذي يتم تقديمه للنحل. نأتي إلى إخوان الكرام إلى العجين البروتيني. ما هي العجين البروتيني؟ هي عبارة عن سكر مطحون بودرة، يضاف إليه حبوب اللقاح التي تم اصطيادها أثناء موسم الفيض، تطحن هذه الحبوب حتى تصبح بودرة، ويتم خلطها مع هذه العجينة بإضافة بعض المنكهات والعسل إلى هذه العجينة، وتمزج جيدا ويتم إضافتها إلى النحل. متى يتم استخدام هذه العجائن؟ والكرام، هذه العجائن البروتينية تستخدم حال انقطاع الواردات من المرعى. يعني لا يجوز تقديم العجينة البروتينية هكذا مما هب ودب،
يعني أنا مقبل على مربعانية الشتاء أضع عجينة بروتينية، أو أضع إطارات زائدة للنحل. هذه العجينة البروتينية سيشعر النحل، سيستفيد النحل من العنصر البروتيني المتواجد في هذه العجينة، وتكون هناك إشارات من هذا النحل إلى الملكة، ويقوم بالضغط عليها حتى تتوسع في أعشاش الحضنة وتضع البيض. وعندما تتساقط الثلوج يهجر هذا النحل البيض ويعود إلى وسط الخلية، ويموت هذا البيض وتحدث لدينا المشكلة. معروف إخواني الكرام بأن العجينة البروتينية تقدم حال وجود نشاط للنحل، ولكن فقدت المراعي وقفرت من حبوب اللقاح. يعني يذهب النحل إلى المرعى ويعود لا يحمل حبوب اللقاح. هنا تضاف العجينة البروتينية، ومعروف متى تضاف العجينة البروتينية، تضاف في الشهر السابع والثامن والتاسع ما قبل موسم الخريف، هنا تضاف العجينة البروتينية. أما أضع عجينة بروتينية في الشهر الثاني عشر والشهر الأول، هذا خطأ. لو قمنا بوضع العجينة البروتينية في منتصف شهر شباط، نقول نعم ضعها حتى يستفيد النحل من الجانب البروتيني، وخصوصا اليرقات والأجيال التي ستخرج ستكون جسمها معزز بالجانب البروتيني، والأجسام الدهنية لديها جيد. أما أقوم من الآن أضع العجينة البروتينية وتتوسع الملكة وتشعر بالنشاط لدى النحل وتضع البيوض، هذا يعني خطأ كارثي. يعني لا يفضل وضع العجين البروتينية. البعض يذهب إلى استخدام فول الصويا. فول الصويا يوضع كبديل لحبوب اللقاح، ويجب أن يكون منزوع الدسم، لا يجب أن يحضر النحال أن يقوم بإحضار فول الصويا ويطحنه كما هو على حاله دون نزع الزيوت منه والدسم ووضعه إلى النحل. هذا ستؤدي إلى حدوث مشاكل. منهم من يذهب إلى وضع الخمار كخميرة الخبز أو خميرة البيرة كبديل لحبوب اللقاح، ويستفيد من الجانب البروتيني، لا بأس في ذلك. أما العجينة البروتينية يجب أن تقدم في وقت انعدام وقفران المراعي وعدم وجود حبوب اللقاح داخل المراعي، هذه تحديدا، ولا يجب وضعها في أوقات لا يوجد فيه مواسم. هذا إخوان الكرام خطأ قاتل. بالمحصلة يا إخوان الكرام، هي جميع أشكال التغذية هي شر لا بد عنه. يعني هي في الأول وفي الأخير لا بديل عن العسل إلا العسل، ولا بديل عن حبوب اللقاح إلا حبوب اللقاح. ولكن الغاية من تقديم هذه التغذية بكافة أشكالها وكافة أنواعها هي لدعم هذه الحشرة ولديمومتها والحفاظ عليها من الانعدام والانقراض. عندما يتم تقديم هذه التغذية يستفيد منها النحل، نعم يستفيد منها النحل وينشط عليها ويتوسع ويتطور، ولكن يجب الالتزام بالمحددات والضوابط والشروط. نسمع يقول هنا فلان كذا ويقول هنا فلان كذا. أخي الكريم، التغذية بشكل بسيط يجب أن يتم تقديمها بشكل عقلاني ممنهج قريب إلى الطبيعي بشكل كبير جدا، لا نقول لك طبيعي ولكن قريب إلى الطبيعي بشكل كبير جدا، حتى نسهل على النحل عملية الاستهلاك وسحب هذه التغذية. الشيء الآخر، أنا أقوم بتقديم التغذية يجب أن تكون خالية من الملوثات، سواء المواد الكيماوية، المواد التي تؤدي إلى وجود نسبة من السمية. منهم من يذهب إلى بعض العلاجات حتى يحرض على تنشيط المبايض الملكة. أخي الكريم، الملكة تنشط في حال شعرت بأنه الآن يجب عليها أن تنشط، ستنشط دون تحريضها. منهم من يضع السلفا 3، منهم من يضع العلاجات المخصصة للدواجن لتحريض الملكة ونشاط المبايض كما يدعي. هذا خطأ قاتل إخوان الكرام، لا يجب استخدام مثل هذه العلاجات. معروف غذاء النحل هو حبوب اللقاح والرحيض، أي شيء آخر يرفضه النحل. ربما يذهب النحل لو تضع له سما سيذهب إليه، هذا معروف شيء، لأن النحل يعمل بفطرته، يعمل بسجيته، هو مملكة حيوانية يريد أن يورث، أن يحافظ على زمرته ويحافظ على سلالته من الانعدام والانقراض. فما تقدمه أخي النحال يجب أن يكون، هل يصلح للاستهلاك البشري؟ هل لو قمت أنت بوضع عجينة لهذا النحل، لو قلت لك قم بالأكل منها، هل ستأكل منها؟
دون ريب. هنا يعود السؤال لك، يجب أن يكون السكر نقي، المياه مياه آبار، ليست مياه لا يوجد فيها كلور، يجب أن تكون خالية من الشوائب، خالية من المواد الكيماوية أو الكيميائية، يجب أن يكون السكر لا يوجد فيه تعفنات أو رطب، محفوظ في منطقة يوجد فيها رطوبة أدت إلى وجود تعفنات في هذه المنطقة، ونمت لدينا البكتيريا والفطريات والفيروسات في هذه المواد، أو ربما يتم نقل هذه التغذية في مواد ملوثة. على خير الكريم، هذا يعود في أولا وأخيرا في مصلحة نحلك ومصلحتك أنت شخصيا. في الدرجة الأولى يجب أن تكون التغذية عقلانية ومضبوطة بشكل جيد مناسب للنحل وكثافة النحل، وما هي الفائدة من وضع هذه التغذية، ولماذا أنا أقوم بوضع هذه التغذية، لا يجب أن تكون التغذية عشوائية. إلى هنا أخوان الكرام انتهت الملفات الصوتية. من كان لديهم إضافة أو نقاش أو عرض يريد أن يضيفه ويتفضل علينا به فليتفضل له جزيل الشكر والعرفان. إن كان هناك نقص فمن نفسي ومن الشيطان، وهناك توفيق، وإن كان هناك توفيق فمن الله وحده. أسأل الله لي ولكم ولجميع الإخوان الخير والبركة والرزق والتوفيق على جميع أمر تنوون عليه.